الله وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. درود الصلاة على مولاي الأنبياء، السلام عليكم ورحمة الله. يجب أن نعمة الأولى كان يقال سلف سلطان نور بريكيا لو عقيدة صحيح مجرد بارك المستيكة لرئيس عمري أكرمه صلى الله عليه وسلم لدسمة جناب تعقيدين رأس الدروس ديما هو يدينيك كوالا إيمان جناب بكاكو تنهاي أخوة كهو أخوة كتاكو تنهاي بيشاركو بيهاولا باوركون بفنيش لكان أخوة باوركون بكتاب أسمان كان أخوة سبحانه وتعالى نابير كفارو وفي عمران باورمون به همو پیغمبر کانی خواهی پروردگار باورمون به روشی دوائی باورمون به قضا و قدر خیر یا شر به توانه اعتقاد بیرو باور مسلمان جیعوازن اعتقاد بیرو باور کسی جینا مسلمان اوی که مسلمان و امتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کسی موحیده یکتا فرسته واته هرگیز مسلمان امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرک نبو مشرک اجنابه کواتا جیعوازی زور ہے لبین موحید و مشرکا او کسی که موحید بروائی وائی ذاتی اللہ تاکو تنائی شریکی نیه لذات و لفتاتا کسی مشرک او کسی لعقیده و بباوری الجیدیر بوا کام خوایا شريكها وغيها والعياذ بالله وكتون كسر المشرك كان كاتي لاتي عن أفرس مناتي عن أفرس رزايا عن أفرس لعقيدو بمباوح يعنى لدور دروني أنا في أنواب أملاك المناتي رزايا شريكي فوايا بلان إنساني في مسلمان موحيد في وانية كذاتي الله جل جلاله شريكي هيا ها ولی هیا بلکو فایا که پرسته که تابو تنهایا مشرکه کان کاتی که ایانوت ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یما ام بتانم تنهابو او اپرسین که رفوا ما نزیکن و نبی و باوریانا و ابو ام بتای که دایان تاشی و لسر صورت و شیوه یکان شریکی فایا بلکو انسانی مسلمانی ایماندار هرگز بیرو باور لیوانم و کذاتی الله جل جلاله شریکی که به تو بتیه که به تو ناوی کلیه بنیه و سجده با منی لگل یا چون که مسلمان و موحید لیوان مؤثیر فاعل حقیقی ها مشتکان ذاتی الله نبدستی کسی که زیدوان نبدستی کسی که مردوه یما رجعنه من رجعه من عظیم ایاک نعبده و ایاک نستعین يعني فاعل عبادتي ياما تنهاو تنهاو ذاتي بيشوني تويا وقومكي حقيقي ما تجبستني حقيقي ما ذاتي بيشوني تويا ذاتي في غمر صلى الله عليه وسلم لتشش يكتسا ولسر أمتك في غمر صلى الله عليه وسلم فمن لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي أفهمين من ناترسم لدواي من مشريك بمن أما نقطعي في زون كرمنا في يسابة تعبكي قزركان سنجي بدان في غمر أفهمين لست أخشى عليكم أن تشركوا بعد من ناترسم كالدواي من مشريك بمن ولكن أخشى عليكم الدنيا متفق عليه لو أترسم كالدنيا بتعن الله تيني لكاتك في غمر صلى الله عليه وسلم ترسي أوي نبوك أمتك بقرعنا وبرشرك في إسلامك كسيكوي زوير بكاء مسلمانك موحدي أهلك لبكاء فمشرك صحابي برس شداد كري أوس عزي في غمرك صلى الله عليه وسلم أي في غمر إخوان أمتك لدواي خوض مشرك أبن في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا يوم صلى الله عليه وسلم فرمي أمتكم لدعائكم نعوش فلسطين
نمان مبرستن نبتي اجا برستن ولكن يراؤون في اعمالهم بلان لك على كل دوكان انا روباني اكن بابنا مان با وتالك ادا مبرسي اخواني مبرسي اوي الكوا خلقي لي رازي بدا ان شاء الله ودر لخصومانا ولا زانانا وتالك ادا بو اوانية كوا مسلمان اقرار كيشي ولا يديني اخوا لخيالي اهي الرجل الرجال كيشي تفرلمانا وتالي كذا هو رجل الرجال كوي بيضا ومن كا يرجي أكاب هو خلقي في بلن بخوان يرجي في جوان أكي نا خلقينا رحد أكا بفتوى الزور مشدد هو بلن براسي لديني فاشا رزايا لأيك الدول خليجا بياري كفير بهو الطلبية و نفوى لسجد بني مباشي نفوى لمباشي ركوع بني قمت كي يفيا أبي الله إلا تونا بنسأل أن كل زيادة عبني شيء أبي بشت رعب كي توا أبي صلاة دائما نافع بشت رعب كما لكات الربوعة نار حتى من بي الله نابي تونك شيخي تيمية فرميتي أقل بشت أو عرعب نبي نجا قدرو زيا زور أكالم في أوفية فقيلة بزور أيهاني الله بشت أو عرعب نسجد أو عبني باو جواره کسجده ای که ابر که او که پانتالاکه ای دو او ادره کنو جاکی که او بیرون که تدنجاکه آله باشه که ایک نتیمیه مرتاح بو که اون ارانجو ازراحت ای که لبر اول نابی تو خوب بنوینی به فتوه که گنجی ای کسی پیری کردوی ابی اپو که ریتو بولای علماء علماء و زرنان اسلام اوانيك براسي تيك يشتون لديني فايت بالوردقار ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسي اويها بوكا دنيا بمع خلطين ترسي اويها بوكا وامة كي توشي الرياب عزيب بن توشي الرفا مايب بن مصيبتك الزور قولية كسك بين نسل تلفزيونة داس بين الداعيش يا مسلمانان امتي في عمر مشريكك مسلمان في الفرز رؤك تخوى الله إياك نعبد وإياك نستعين الله أول مشركة أو عفرتي مدرة عفرتي لي معلمك برأيتي مسلمان تيك أدا لبل أول برزان أول كبا مسلمان الله مشرك مصيبتي في زوال جورية شوكا أو كسير كبيتي غلا مشرك يعني الله كافر يعني الله ملعون أمسي وشيء أشك سر وبو أسمان اگر برام برات حقی بیاد شاینی او به مشرک بیاد او مشرک او بدیل کرد اگر مشرک نمشرک دکه اگر تو با پوی لعنت دکه اگر تو با پوی و دکه اگر تو با پوی لبر اول نه به مسلم من ولی تو اما کسی که کبوری او کبر پرسته لراسیا انسانیم ای کردی نو باشند خالق یکم تی نگیشتن لوحه عبادت کسانی که لواطای عبادت تنها کوالشته دل بدستی آنها خاکی پیکافره کن. لکات که سردانی قبر پیامبری خوا امری پیکودو که ایم سردانی قبر بی. چون که آفرمی سردانی قرصان قیامت آمیر خدا و پیامبری خوا خود که فرو قرصان فرمی که السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین و اینا انشاء الله بكم لاحقون. صلاة فاتانة أي مسلمان أي أفريقاني مسلمان أي بياواني مسلمان يا وبيش يا مرشون إن شاء الله يا مشروعات أنا كمين وبيتانا جينوا بما كسلام إبلا قرستان أكي بي كافر أبي بوي كواشي ولا يكتب شاكي على صلاة فات لبيتو قر فلسطي قر فلسطي أوي كابلا نيوش كابلا بو أم قرية كم بو أم بوية كم يا أبو أمزي بوي أكم كأملنا وأمتي في عمر صلى الله عليه وسلم شتي لو جورنيا أصحابي كرام شونا تخزمتي في عمر لدواي بوتي دواي وفيتي استسقي لأمتك يا رسول الله فإنه قد هلك أي في عمر إخوة دعاني بالان بالمك وأمتك أمتك تياتو كاتك خوقي وإمام عمر جرايا وإمام عمر نيفا بوشون شوي ولا يفي غمر إخوة داوى باران بارين اللي يكدو دعابك إمام عمر كاتك فيان في غمر فرميتي آقاي لأمتك ميدسي كلمة قريان فرمي والله خيانة نكدو لأمتي في غمر صلى الله عليه وسلم أقل جائز نبوائي إمام عمر إفرمو جارك إتر مرأي سلام قيل في غمر أولا يستسقي لأمتك فإنه قد هلكو ويا ابن قيم كتلبي ابن تيمية
ليك ابن كان يحوي عليه أنه قد تواترت الرؤى والروايات بأن لأهل القبور قدرة على التصرف بأقوام ما كانوا في الحياة لتجرد الروح عن عوائق البدن. ابن قيم تفعل بين شيخ ابن تيمية لبشت حفص عليها وتفعل بين كرس الآل طريقة أفرمي أو بشوية متواتبة يا مقيش وكقابل شكو بمانية أو عليك وأهل قبور خاولي صلاتك أو مردوانك مردون خاولي صلاتك كأدوان التصرف يشكر باشتر لويك ولا لحالة حياتها تيابون لبل أويك إنسان أمريك تجعلك لهم أو قريك ورانيك لحالة دنيائية لتبدلين لبل أواء كاتك أواء كاوشاكر مسلمانك وشدوالك الدواء كاتك مسلمانك يغلطوا كاوكي شاكي لعالم برزخاء لأخوات الوردار وما ببارن وبرمان وببارن يا واتك من شاكر هلوك هو يغزين لدوي كسواه يغلط دروس لرزين دواب في بزن مردوة كبلي دعا من وقت لأخوات الوزنية أواء شك حقيقي بليك يلوكسا شكا أخوات الصلاة على نك حياة المرأة أذا كسب في وعدك حياة مؤثرة أو مشركة فالله إيمان كما نواي أخوات سبحانه وتعالى أخوات سبحانه وتعالى فاعل حقيقية وأخوات سبحانه وتعالى همك أركانك لك وتعيا يما فرمعشت في إمام الشافعي أهل كثير ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي جزاه الله عنا أفضل ما جزي مرسلا عمن ارسل اليه فسبحانه وتعالى بجوان تريم شيء وقال شيء في غمر قرش الاستبات فانه انقذنا به من الهلكه فانه افمن في غمر صلى الله عليه وسلم التي يعشون ايام يرزقها كل هو يسالوا عن ابي كيف قضي قضي ابي طه القضي فسبحانه وتعالى رزقها ما يلا مرزقال ما نكا يعني بدعاء كان لدى إخوائي فرزقال وما نفعلك ورزقال ما نكا وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس فهو في غمر وصلى الله عليه وسلم إما بني بابا عشترين أمة كبير شواياتي قلان جيان كين فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ولا دنيا أو دفع بها عنا مكروها فيهما هل نعمتك في ما قيش بين ظاهر ولا باطن هل ناخش بين سلمان لا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي واحد منهما إلا وسيدنا محمد القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها حقيقه في غمر صلى الله عليه وسلم كأو في غمر أكرم إيام يرزقاك الدول لهمو نخوشيو نخوشيو نارحتيك هل وكشون وسيلة أصحاب الكرام هو وسيلة أمة كيشتي بشريعة في الوزكي بسنة في الوزكي لبر أوام برأتي مسلمان واجبة الشرعية لسلهم كسر برأتي مسلمان وآت مسلمانك نكيب مشرك مسلمانك نكيب مبتدع مسلمانك نكيب أهل قبور مسلمانك نكيب كافر زنديك يقبلان كافر كان أمرك عالمي أن ذاك كسيناتو عن الفيان قولي ايوان زلم لإسلام ادن ايوان زلم لمسلمان ادن ايوان زلم لعقيد مسلمان ادن دعا قالي لقوي فرولدقار امي ادانا في روزتك زيادتك خلصور نران امي ادانا موفقك وقوي بتواني لرعيان وقلاني رسق من الإسلام بغوابقين ومسلمان زيادتك عن يشفين ولي إسلامي آينو ولي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاي فرورغار لاي قولو دستلاوو سخير وخوشويشمان جنب موسى من عبد الهادي موفق تركا كبراسي موسى عبد الهادي سلم راي اويكا بلايك عزيزي يمي وخوشي اللي هيا ويكا كلوما موسى فقش الزمر عزاني كالديان كس بهوي ما موسى والسود من هو كانت قيل شاري بغداد ديان كتابي بهوي ما موسى وخلدني طاق القرآن عمي بغاية بلسين عصدان نفوشي بلغونا فرشتان التيماني أكدن أما نهرك وبلا فضلك وجنابي ما موسى وأمشي وشك أميك وكل دوام فضلك تري أولى قولما نقام وفقسك وطيك يوش من مشاهد نفوشي وشعديك عملاني